بس انا لاحظت في شغله تغيرت من زمان، هي افضل طبعا الحين ان شاء الله. اول كنت تحكيني بسرعه، والحين حلا وين اوكي. اول لو تركزين في لقاءاتك او حتى في هذا كنت تحكيني بسرعه صح. اي المخرج دحام الشبري كان يقول امل شغلتي التيربو بالضبط، كنت وايد سريعه في الكلام، كنت سريعه حتى في حركتي، كنت سريعه في قراراتي، كنت سريعه كل شيء في حياتي مر سريع. لا الحين الحمد لله بالعكس صرت اهدى هاديه انضج اكيد، يعني كتلة العمر ايضا يحكم. حلو.